الحالة الرابعة هما الأربع حروف دول الـ E I G H. إيه ده؟ الأربع حروف دول مالهم؟ هننطقهم إيه؟ الأربع حروف هننطقهم صوت واحد وهو صوت إيه. يعني إيه مستر؟ يعني ما تلاقي الأربع حروف دول انطقهم كده إيه إيه الـ E I G H الـ E I G H. تعالى ناخد كلمات عليها. أول كلمة وأشهر كلمة هي كلمة إيت. إيت هنا الأربع حروف دول بيعملوا لي لونج إيه، هتشيل الأربع حروف وتحط مكانهم إيه، فبتقول إيت إيت. حالة مهمة جدا جدا من اللونج إيه، الأربع حروف دول الـ E I G H بتشيلهم وتحط مكانهم صوت الـ A بقى اسمه إيت. زي كلمة إيه كمان؟ زي كلمة وزن و ايت ويت، نفس الحكايه مالكش علاقه بعدد الحروف. هتقول لي دي 1 2 3 4 5 6 6 ليترز، ست حروف، يبقى ست اصوات تطلع من بقي. لا ها، و الاي اي جي اتش بتعمل لونج اي، و ايت ويت و ايت ويت ويت. ايه اللي عامل لونج اي هنا؟ الاربع حروف دول الـ E I G H ويت. زي كلمة ايه؟ زي كلمة زحليقة اسمها سلا، E I G H سلاي، برضو الاربع حروف دول عملوا لي لونج اي، هقول سلا اي سلاي سلاي. زي كلمة ايه كمان؟ زي كلمة فريت، الاف بلس ار فرا والـ E I G H بتعمل لونج ايه، هقول فرا، ودول كده ايت فريت. انا ماشي واحده واحده سنه سنه عشان الطفل لو اخد الكورس ده واتقنه كويس الانجليش مش هيبقى عقده بالنسبه له، لكن محتاج منه يعرف الحركات او يعرف الحالات. الحصه اللي فاتت خدنا اي ساكن اي، خدنا اي واي، هنا خدنا اي اي، اي اي جي اتش لازم اعرفهم عشان لما يقابلوني في الكلمه اقدر اقول الكلمة دي ايه؟ اقدر اقول الكلمة دي لونج ايه، تمام؟ يبقى الاف مع الار فرا والاي اي جي اتش اي فرا ايت فريت، يعني شحن. زي كلمة ايه كمان؟ زي كلمة جار، ها نا والاي اي جي اتش نيبر نيبر، خد بالك كده الان نا والاي اي جي اتش اي. وخدنا في الحصة اللي قبل اللي فاتت ان الـ OR بتعمل ار، فبقول نيبر مش نيبر نيبر، هتلاقيها في بريتش اكسنت او يو ار، الاثنين صح. زي كلمة color سي او ال او ار او سي او ال او يو ار، امريكان وبريتش الاثنين صح. نا اي بر. زي كلمة فيفورت، في بريطاني فيها او يو تمام، والامريكان فيها او بس، نفس الحكاية. نا اي بر نيبر. ايه اللي خلينا انطق هنا في الكلمه ايه؟ ال اي اي جي اتش نيبر نيبر. نا اي بر نيبر، تمام. تاني الحاله الرابعه عندي او ذا فورث كيس، الحاله الرابعه هي ال اي اي جي اتش، الاربع حروف دول لما الاقيهم في الكلمه هنطقهم اي. زي كلمه ايت ايت و ايت ويت، سلا اي سلاي فرا ايت فريت نا اي بر نيبر نيبر نيبر. زي كلمة ايه كمان؟ زي كلمة و اي وي. كلمة ويت معناها الوزن نفسها النون الاسم، لكن كلمة يوزن واحد بيزن حاجة، الفيرب نفسه اسمه وي يزن و اي وي. اخر كلمه معانا النهارده هي كلمه اير فرا ايت اير فريت، ودي شامله حالتين، الحاله دي والحاله دي. الاي اي بتعمل لونج اي يبقى اير فرا، والاي اي جي اتش اي فريت اير فريت، حالتين مع بعض اير فريت يعني شحن جوي. تاني الاي اي جي اتش الاربع حروف دول لما الاقيهم في الكلمه بشيلهم وارميهم واحط مكانهم صوت الاي. ايت ويت سلاي فريت نيبر وي
air freight. تمام؟ نراجع تاني. خدنا النهارده حالتين، الحاله الاولى ال a plus i، ال a plus i makes the sound a like aim air gain pain rain train spain complain brain wait nail snail fail mail except plain pain. الحالة الرابعة في حصة النهاردة هي الـ E I G H، الأربع حروف دول بشيلهم وحط مكانهم صوت الـ A. ها eat wait slay freight neighbor way air freight. دول الحس الحالتين بتوع الايه